السلام عليكم اصدقاء طلال بيش. السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين الخوت بخير؟ لاباس عليكم. عمل واحد سولني على المونتاج ديال الصنور، شمن صنار وشمن ترقيعه وشمن بلومو كندير. المهم انا دابا لقيت اني غادي نصيد عليه، بغيت ندير لكم واحد المونتاج وتشوفوه كاملين اجمعين. الخيط ديال الماكينه هو هذا. انا دابا داير لاطريس نمره 35. ما كنصحش بدير لاطريس رقيقه ديال 20 ولا 18، هذاك الشيء هذيك لاطريس ديال السبينين. هذه لاطريس 35 صحيحه. كنجي اولا كنشد كنلوي الراس هكا باش كندير واحد العقده اللي هي صحيحه. ولاطريس الاخوان راه فيه وفيه، كاين لاطريس اللي مضروب في 8 وكاين لاطريس اللي مضروب في 4. هاي ثلاثه العقدات دور وزير. لاطريس اللي مضروب في 8 الخوت كيكون مزيان، او شريو داك اللي مضروب في 4 اكس 8. هاد لاطريس هاد 4 هادي اكثر من 5 سنين هادي اللي خدام بها دابا نيت. المهم هادي هي العقده الاولى، هادي غير الطلاقيه. احنا دابا مش حاطين على الله. هادي دابا السرسارة كلوش مسمى، كاين اللي مسمى لي ميريون كلوش مسمى. شو اش غندير على حساب هاد العقدة اللي قلت لكم ديال الطلاقية؟ اش غندير دابا هنا ضير كيف ما كتشوف هانتم سيرا ماكس، خلينا خداني. المهم هانتم كتدخل السرسارة هكا وكتعاود تخرجها من وسط. المهم هانتوما كيف ما كتشوفو هادي دايزة ياك؟ هادي داز. شمن سبيب وشمن صنار وشمن ترقيعة اخويا اللي بغا يصيد على الصنور، شحال من واحد كيصيد عليه بالستين وبالسبعين وبالثمانين. السبعين والستين والثمانين إلا سرط على الداخل كون على يقين غادي يجرحها، ولكن إلا كان ضاربه صنار وخارجة العقدة على برا ما عمرو غيقطع. أنا كنتفادى أنه يسرط، كندير ليه 140 نيشان، واللي بغى يصيد على الصنور يبدا من الترقيع 100 وطلع الفوق. صح، حيت هو واخا دير ليه الصنار ديال واخا دير ليه واخا طعمه ترقع عالي سمعتي كتسمعني اخويا؟ كنسمع. واخا ترقع واخا طعمه ديرها ليه في قنبه ياكلها. خاصك دير له الصح هو. خاصك دير الصح، ربط الصح، كيهبط الحجار، كيهبط الغيران، كيهبط بزاف د الحوايج. انا راه كندير جوج صنارات، راه ما كنديرش صنار، الصناره ديال الخمسه. واللي بغى يقضي على الفرخ يدير لي الصناره ديال الخرصه. انا دابا حيت ما عنديش صناره ديال الخرصه. المهم انا دابا غادي نعقد قدامكم هالطريقه على قد الطول ديال دراعي. شحال من واحد غادي يقول لي خويا طالع راه 140 صعيبه في العقيد؟ اي راه صعيبه في العقيد، خاصك تخدم ببانس وتخلي الترقيعة بحال هكا طويلة باش تحتاج تزير العقدة. شوف دابا شد لي على العقدة. انا دابا غنعاون بركابية، دابا ماتت، غادي نزيد الصنارة الأخرى فوق منها. هانتوما شحال من واحد دابا كيشوف هاد الخدمة هادي كنديرها انا. نتمنى كلشي اللي ما عمرو دارها يحاول يجربها. بعض المرات الصنور كيجي الطعمة من الفوق، بعض المرات كيسرطها كاملة. المهم كيف ما جا خاصو يلقى الصنار واقف، السنان واقفين ديال الصنار. هانتوما نعاود نكروز عاوتاني كيف ما كتشاهدو. هانتوما جوج الصنارات، علاش كندير هاد الخدمة ديال جوج الصنارات انايا؟ باش لضرب عندي شي صنور قبيح وغليظ نحكمو منضيعوش. ديك النهار ترى صيادين الصنارة ديال الخمسة وطردق على جوج، قسمها تهرسها بالجهة ديالي. المهم هادي ترقيعة كيف ما كتشوف قبيح الصنور ديال الجنوب. غنجيو الترقيعة اللي فوق منها كنديرها أنا هي نيت 140. علاش؟ باش إلا كان عندي شي حوت غليظ، هي باش إلا كان عندي شي حوت غليظ وما عنديش غانجو كنلحق أنا كنلوي يدي على السيب وكنهز الحوت. واخا يكون فيه الصنور تاع 20 كيلو تقدر تهز زيبة السبيب هاد 140. المهم كنجي
كندير الترقيعه اللي فوق السناره كندير على الحله ديال يدي قامه قامه على الحله ديال يدي كنزيد شويه على العقده هاي هادي سي بي سيرس كنجي كتشوف كتشاهد المهم على الحله ديال يدي زائد الترقيعه غادي نعقدهم دابا بيناتهم في اليمين كتشد هاد الراس وكتشد هاد الراس حيت هذا سبيب غليظ ما يمكنش لك دير العقده ديال جوج ولا ثلاثه كاين عقده ساهله وصحيحه بزاف كتجي كدير لهاد الراس باغي كتلويهم على بعضياتهم هكا واحد خمسه الدورات ولا سته ولا ثمانيه كتفتح ما بيناتهم الوسط كتخشي هاد الراس من هنا نتمنى تكون كتفيلمي مزيان اخويا سعيد وكتخشي الاخر كتخشي تا هو نفس الثقبه اللي حليتي ها هي كدير شويه الريق وكتكرز موت صحتك المهم كيف ما كتشوفوا هاد الترقيعه هنا غادي يكون طعم هنا غندير البلومو بالسبيب الرقيق باش لو غلي لي اللون وضرب عليا الحوت نجيب حوتي ما يضيعش ليا العقده عاوتاني هنا كيف ما العاده ها هي هنا السبيب غريضه ما يبغيش دير لي ديك العقده ديال جوج ولا اللويه ديال جوج ولا ثلاثه ولا السرفه كاينه عقده وحده حتى هو سهله لي كيف ما كيديروا صحاب الشعره لداخل في الفوندو صحاب بالونغري كتلويه واحد ربعه اللويات ولا خمسه المهم ثلاثه اكثر من ثلاثه اللويات هاو بانس عاوتاني ولوي وزير كيف ما كنقولوا دائما الصنور حوت يقدر تربط لي الطعمه في الباندو ديال 8 وياكلها ها انتوما بدينا معكم من الاول لي ماريون قامه من بعد قامه دابا بقى لنا البلوم البلوم الخوت فيلم شنو البلوم دير ندير بلومة ديال المية باش نخرج ليه شوية ترقيعة ترقيعة ديال اش هادي تقدر دير 45 تقدر دير 40 هادي باش الحوت ديالك تجيبيه الا بغات اللدونة بغات تمشي غتمشي ولكن الحوت خاصو يجي هاي دونا كتعقدها فوق الترقيعة فوق العقدة ديال السنارة هاتهم المهم غنشوفو دابا كيفاش غادي نطعم نتمنى هادشي يعجبكم يدير لك هادي السيبيا ريحة شوية طعيمة هاهي نتمنى تكونو كتشوفو كتشاهدو ها شي كيفاش طعمت السناره الاولى ها كيفاش غنطعم السناره الثانيه خاصو يجي في جميع الحالات يلقى السناره واقفه نتمنى هاد الحلقه تعجبكم
العض يعض في الصناره نيش انا الخوت. هات النويف هذا ديال السيبيا شيطانه نطيرو. كتجي البلومو كطيح في الحجر هنا الصناره كتبقى تلعب قرب. كيجي هو كيهز هزه من الفوق من نص الصناره حداه هزه من تحت الصناره حداه منين ما قرب لها الصناره حداه. السلام عليكم.